بسم الله. عندنا تمرين، تمرينات الكور الاوبليكس العضلات الجانبيه اسمه كيبل ليفت. كيبل ليفت المفروض ان انا ابقى فيه استك ماسكه في الارض من تحت وبرفعه لفوق. انا هنلعب البديل ليه كوره ميديسين بول، دي 3 كيلو كوره طبيه. هقف دي ايد الشمال ودي رجل الشمال، والكوره عند جنب الشمال اهو. بعد كده هبدا ارفعها للجنب اليمين، وانا برفعها رجلي دي بتلف. نطلع بس قدام الكادر، رجلي دي بتلف كده. اتناشر عدة في الجنب ده، وبعد كده هبدأ احط الكرة هنا، وانا برضو بطلع كده رجلي دي بتلف ازاي كده عشان الركبة ما يحصلش فيها مشكلة. طبعا ايدي مفرودة اهي، انا بطلع من اقصى اليمين لاقصى الشمال فوق، من اقصى اليمين تحت لاقصى الشمال فوق. 12 عدة بكل جنب، وعندنا 3 جولات، يعني 12 عدة للجنب اليمين في 3 جولات، 12 عدة للجنب الشمال في 3 جولات، وهي عندنا من 20 ل 60 ثانية راحة بين الجولات.